اهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. اليوم رح نتعلم كيف نرسم الشعر الكيرلي للبنات، ولا تنسوا اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس توصلكم كل جديد. ويلا اول شيء الادوات اللي راح استخدمها هي قلم فحم سوفت وقلم اسنان و كل شيء في المكياج والبلندنج تول اللي هي آلة المدعكة، وهستخدم الفرجار والمحاي. أول شغلة راح أرسم الدائرة، ممكن بستخدم الفرجار أو أي شغلة أرسم دائرة. ثاني شغلة راح أرسم الدائرة من النص، طبعا هاي اللي استخدمها عشان أعمل قاعدة الوجه اللي راح أعمل عليها الشعر، وراح أرسم هاي الجهة لثلاث أجسام يعني تقريبا هيك، وراح أرسم دائرة نفس هاي المسافة وهبدا فيها من هنا. الدائرة صارت جاهزة، راح نعمل خط مستقيم من هنا وخط مستقيم من هنا، هيلف بشكل مايل من هنا هيك تقريبا، اللي هو قاعدة الوجه صارت جاهزة. فينا نمحي هاي الخطوط، راح نرسم الشعر شكله هيكون، يعني حسب ممكن ارسم اي صورة عن اللي هو الشعر الكيرلي. صار شكل الشعر. اول شغلة رح نعملها هي انا رح نضلل بقلم الفحم، طبعا مش لازم نفوت على الاطراف كتير، رح نضلل بكله. بعد ما لمجنا الشعر راح نعمل خطوط بشكل عشوائي.
بشكل عشوائي برضو. نرجع نعمل نفس الشغلة بشعر عشوائي. Okay.